الحمد لله، الحمد لله آوى من إلى لطفه أوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، داوى بإنعامه من يئس من أسقامه الدوى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، شهادةً نرجو بها الفوز والهدى والنجاة من الخيبة والردى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من فلق صبح ثم بدا وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فقد فاز من اتقى وخسر من قاده الهوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، الأيام دائرة والمنايا حاضرة، الأيام دائرة والمنايا حاضرة، وما الناس إلا ضاعن أو مودع، ومستلب مستعجل أو مؤجل، مواعظ قارعة وحوادث زاجرة، ومصارع موقظة، وخطوب منذرة، وفتن وتقلبات توجب التفكر والتذكر والعظة والعبرة، فأين أهل الاتعاظ والادكار والاعتبار والانزجار؟ أبداً تفهمنا الخطوب كرورها، أبداً تفهمنا الخطوب كرورها، ونعود في عمه كمن لا يفهم، تلقى مسامعنا العظات كأنما في الظل يرقم وعظه من يرقم، وكأن الموت على غيرنا كتب، وكأن الحق على غيرنا وجب، نسينا واعظة الأيام، نسينا واعظة الأيام، وغفلنا عن حوادث الزمان، فيا عجبا، فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من الجبال، لا تلين مع كثرة العظات، ولا تخشع مع ترادف الآيات، ولا تزيدها الحوادث إلا نفورًا ودبورًا وغرورًا. لأعجبن وأنا ينقضي عجبي، لأعجبن وأنا ينقضي عجبي، الناس في غفلة والموت في سنني، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. أيها المسلمون، أيها المسلمون، كم شاهدنا من جثث في بقاع القاع قد صفت، وكم عاينا من نواعم في مدارج الأكفان قد لفت، وكم أبصرنا من عرائس إلى الألحاد قد زفت، فما للعيون ناظرة ولا تبصر، وما للقلوب قاسية ولا تفكر، وما للنفوس ناسية ولا تذكر، أغراها إنظارها وإمهالها، أم بشرها بالنجاة أعمالها، أم لم يتحقق عندها من الدنيا زوالها، أم شملت الغفلة فاستحكم على القلوب أقفالها؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون؟ إذا كنت قد أيقنت بالموت والفناء، إذا كنت قد أيقنت بالموت والفناء وبالبعث عما بعده، كيف تغفل إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى؟ أبلي أبي يوم الجزاء كيف تفعل؟ تذكر وفكر بالذي أنت صائر،
إليه غدا إن كنت ممن يفكر، فلا بد يوما أن تصير لحفرة بأثنائها تطوى إلى يوم تنشر. يا من طويت في طلب الخوادع أدهرا، يا من طويت في طلب الخوادع أدهرا، يا من أبيت أن تفيق وتذكرا، يا من فسح لنفسه المدة ومد لها المهلة، أقصر فالأمر ليس إليك، أقصر فالأمر ليس إليك، وعلم الموت بين عينيك. أنسيت أننا بشر؟ أنسيت أننا بشر؟ يلفنا قدر ونحن في سفر، نمضي إلى حفر، الموت يشملنا، الموت يشملنا، والحشر يجمعنا. فحتى ما لا ترعوي وتنتهي، حتى ما سمعك، حتى ما سمعك لا يعي لمذكر، وصميم قلبك لا يلين لعاذن، ألم يأن أن تخشع وأين التهجد؟ ألم يأن أن تخشع وأين التهجد؟ أفي سنة كنا أم القلب جلمد؟ تيقظ أخي واحذر وإياك ترقد، أترقد يا مغرور والنار توقد؟ فلا حرها يطفى ولا الجمر يخمد، فلا حرها يطفى ولا الجمر يخمد. فطوبى لمن قبل النذارة ونفعته التذكرة وأيقظته العظة، فجد ولم يغفل، وشمر ولم يغتر، وبادر ولم يسوف، وأخذ الحيطة والحذر، وهجر إخوان السوء، ولازم أهل الرقة والخشية والعلم، وأناب وتاب. ويا خسارة من حجبه هواه، وأغواه شيطانه وأرداه، فما ازداد بالحوادث إلا غفلة، وما ازداد بالعظات إلا قسوة، وما يذكر إلا أولو الألباب. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والعظات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله بارئ النسم، ومحيي الرمم، ومجزي القسم، مبدع البدائع، وشارع الشرائع، دينا رضيا ونورا مضيا، أحمده وقد أسبغ البر الجزيل، وأسبل الستر الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد آمن بربه، ورجى العفو والغفران لذنبه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وحزبه، صلاةً وسلامًا دائمين ممتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله فإن تقواه سعادةٌ للأعمار وحجابٌ من النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، الدهر ذو عبر، الدهر ذو عبر، يجري بها قدر، ملك ينزع، ملك ينزع، وعافية ترفع، وبلاء يقع. ومن الناس من ليس له من الأخبار إلا إيرادها، ولا من الحوادث إلا سردها، ولا من الوقائع إلا ذكرها. فاعتبروا يا أولي الأبصار بالحوادث والأخبار، وما يكون في النواحي والأمصار، فكل مخلوق للفناء، فكل مخلوق للفناء، وكل ملك فإلى انتهاء، ولا يدوم غير ملك الباري، ولا يدوم غير ملك الباري، سبحانه من ملك قهار، منفرد بالعز والبقاء، وما سواه فإلى انقضاء. أين من كانوا معنا في الزمان الماضي؟
أفنتهم المنون القواضي، أين المرازبة الجحاجحة البطارقة الأول، وذو التفاضل في المجالس والترفل في الحلل، وذو المنابر والأسرة والمحاضر والخول، وذو المشاهد في الوغى وذو المكايد والحيل، سفلت بهم لجج المنية كلهم في من سفل، لم يبق منهم بعدهم إلا حديث أو مثل. فيا لها من عبرة لمن اعتبر وذكرى لمن ادكر، فمن أخذته تلك الحوادث إلى الإنابة والعبادة والطاعة، فذاك الذي اعتبر وعلم الخبر وصح عنده النظر وفاز بالخير والظفر. ثم اعلموا أن ثمرة الاستماع الاتباع، فكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلوا وسلموا على خير الورى، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، ودمر الطغاة والمعتدين يا رب العالمين. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم عم بالأمن والرخاء والاستقرار جميع أوطان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا في سورية من كل سوء ومكروه وفتنة، اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه وفتنة يا كريم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، وصن أعراضهم، واحفظ أموالهم وأمنهم واستقرارهم ووحدتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالظلمة الطغاة، اللهم عليك بالظلمة الطغاة، اللهم عليك بالظلمة الطغاة، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اقتلهم بسلاحهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم، وأحرقهم بنارهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، واجعل عليهم عذابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم لا تشمت بنا أحدا ولا تجعل لكافر علينا يدا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وعاف مبتلانا، وعاف مبتلانا، وعاف بمنك وكرمك وجودك مبتلانا، وفك أسرانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.